بعد تعرض مئات الهكتارات من مزارع الحنطة والشعير إلى حرائق كبيرة، وجهت أصابع الاتهام فيها إلى جهات تحاول ضرب الاقتصاد الوطني، سارع الفلاحون الذين نجت مزارعهم إلى جني المحصول رغم الظروف الجوية القاسية التي تفرضها البيئة العراقية وتحت درجة حرارة تجاوزت 50 في هذا الوقت من السنة. فلاحو الأنبار واصلوا الليل بالنهار بعمل شاق ودؤوب وصل حد الإعياء لقطف ثمار تعبهم، إلا أنهم وبعد كل هذا وقفت شاحناتهم في طوابير طويلة أمام سايل الرمادي، الأمر الذي أثار استياءهم واستهجانهم من الإجراءات التي تتخذها مديرية الشركة العامة لتجارة حبوب الأنبار. يعني عارفين عوائلنا واللي عنده مريض وصايم رمضان وواحد يريد يفطر يمه هلا ما يقدر يفطر. الله وكيلك، يعني البارحة طالعين هنا شلون يقول يم العربان. هم جزاهم الله خير، العالم تخابرنا واللي صديق ولا تعال اقعد على بالفي على الفطور. الناس ما الناس شلون الناس للناس، بس هنا الوضعية تعبانة ما حد صاد عليه. ايش عندكم هنا؟ ها؟ ايش عندكم تسوون؟ شو نسوي غير قابلين السايلو؟ قابلين السايلو انت امر رحمة الله، شو وقت تعرف شغلة التاجر يعبر قبل والفلاح قاعد. الشغلة مو شغلة يعني مو شغلة يعني الفلاح تعبان، هو تعبان بزرعه وتعبان النوب بالسايلو. تأخير السيارة تظل 10 أيام وشي مو هين، ورمضان تدري صيام وتعب وحار وماكو إن شاء الله، والموسم خير من الله، والفلاح هو باب رزقه هذا. فإحنا نطالب من الجهات المختصة يعني بس يزيدون شلون الحركة على التفريغ. آخرون طالبوا مدير سايلو الرمادي بسرعة الإجراءات، فبعضهم أمضى نحو أكثر من أسبوع في العراء. إحنا من اليرمى محملين حنطة صارنا 8 أيام وقاعدين هم جايبين سياراتنا وقاعدين صيام، وعلى مود بس التفريغ نداعب التفريغ ونداعب القبون، يعني حيل شغلة التفريغ ازدحام. الأخ حيل يعني صار ازدحام. طالب عندكم بس التفريغ، تمشونا بالتفريغ. طالب الجهات المعنية. الجهات المعنية بالتفريغ وتعزل القلابات عن التريلات عن البديات. مدير سايلو الرمادي قال إن المحصول متميز هذا العام، مشيدا باهتمام المزارعين بمحاصيلهم، لكنه لم يجب عن سبب التأخير. خلال الفترة التي تم الاستلام فيها من يوم 12 لغاية يوم 26 بلغت ما يقارب 65,000، وهذه نسبة إذا مقارنت بنفس الفترة من العام السابق لم تتجاوز 5 إلى 6,000 أو 7,000 طن، هي نسبة كبيرة وطفرة نوعية بالاستلام كما ونوعا، وهذا يبشر بخير أن البلد مقبل على الاكتفاء الذاتي إذا تضافرت كل الجهود. ويسعى الفلاح العراقي جاهدا لتسليم محصوله خوفا من حرائق أخرى، لكن العقبة التي تقف أمامه هي الطابور الطويل أمام سايلو الرمادي في هذا الحر القائض. فهل ستخفف مديرية الشركة العامة لتجارة الحبوب العبء، ومتى؟